مساء الخير، البوصلة حلقة الاثنين. امبارح وقفنا في نقطة مهمة جدا عند ثلاث دروس ابتديناها أو كسبناها من الأستاذ الإمام محمد عبده، وده المنهج اللي أنا أصلا بعيد عن الأستاذ الإمام بأيده، وقلت لكم ليه امبارح. تعالوا نقول بسرعة. أول حاجة، أن السلطة، فهم محمد عبده بعبقريته أن السلطة هي التي تنفذ وتقوم بالإصلاح بالفرد. دي واحد. فلجأ إليها مباشرة وقدم أفكاره، اللي هو الخديوي عباس حلمي. اثنين، أن هذا الفرد يأتي بالقوانين وليست بقرارات استثنائية أو فترة معينة تفوت، لأن في عندنا أمثلة لكده بالمناسبة يعني. فقرر أنه يعمل قانون وهو اللي يكتبه ويخطه بيديه لإصلاح الأزهر وبالتالي إصلاح الدين، لأن محمد عبده كان هدفه إصلاح الدين. ثلاثة، خلق كيان موازي. التاريخ اللي بيقول، ما ليش دعوة، عم نحكي قصة تاريخية. خلق كيان موازي قوي، اللي هو كان عن في وقته مجلس إدارة الأزهر أمام الجمود. تعالوا بحكي لكم على الجمود حكاية، ندخل بقى في موضوع النهاردة. تاني خطوة واجهها محمد عبده، كان في شيخ للأزهر آنذاك اسمه الشيخ الإمبابي، والإمبابي كانت أياميه بتكتب بالنون، لأن كان تعريف بالمناسبة ألف ميم وألف نون زي ألف لام دلوقتي، كانت في بعض اللهجات العربية القديمة، تمام؟ يعني إمبابة ألف ميم ده تعريف، زي ما تقول الباب، يعني هم قصدهم الباب فعلا، ده أصل التسمية يعني. فبقت بعد تحريف بدل البابة اللي هي الباب يعني تأنيث الباب، بقت إمبابة اللي هو ألف ميم، ده تعريف في بعض اللهجات العربية القديمة بالمناسبة يعني، والألف نون، فكانت ساعات الإمبابي تتكتب بالنون، ده بس حاجة كده يعني. بص بقى، بص الشيخ عبد المطلب الصعيدي صفحة 49 بيقول إيه، صفحة 46 أنا آسف. ركزوا في الحكاية دي عشان هي أولا ملهمة، ده درس النهاردة بقى وهناخد بعديه حاجة كمان. اتنين، هتوريكوا حاجة بتحصل، شيل الأسماء بس وحط أسماء غير. بص بيقول لك، وكان الشيخ الإمبابي، هي ملهمة في حد ذاتها، سيبكم من التركة اللي جاية دي. يقول لك إيه، وكان الشيخ الإمبابي شيخا لا يزال شيخا للأزهر، ولكنه كان قد كبر ومرض حتى عجز عن العمل. وقد بصوا اللي جاية دي، وقد كثرت شكوى أهل الأزهر من إدارته، لهذا أرادت الحكومة في إصلاح الأزهر عينت الشيخ حسونة النواوي وكيل لشيخ الأزهر. سيبكم إنه هو كان راجل عيان وكبير اللي هو الإمبابي. أهل الجمود في الأزهر، خلي بالكم من اللي جاي ده، أهل الجمود المناهضين لأي إصلاح قدموا فيه شكاوى واتضايقوا منه وقالوا الحكومة كلام ضده. ليه؟ هنعرف بعد شوية. فالحكومة عشان تبتدي في الإصلاحات اللي عايزة محمد عبده عينت شيخ وكيل لي اسمه حسونة النواوي، يقوم هو بالقصة ويعني يدوله سلطة، وده درس جانبي كده بس ده مش اللي أنا عايزه في القصة، خلاص؟ وكان هذا في سنة كذا، وأطلقت يده يعني في إدارة الأزهر على أن يعمل على تنفيذ ما تريد الحكومة في إصلاح الأزهر، ده الشيخ النواوي، ويمكن للشيخ محمد عبده من تنفيذ ما يريد فيه. يعني الشيخ حسون النواوي كان موافق على اللي عايزه الشيخ محمد عبده، خلاص؟ وبعدين، وكان الشيخ حسون النواوي من علماء الأزهر الذين اشتغلوا بالتدريس في المدارس الأميرية، وكان قبل تعييني في ذلك مدرس مدرسة الحقوق. سيبكم من القصة دي خلاص. ولم تكتفي الحكومة بتعيين الشيخ حسون النواوي وكيلا لشيخ الأزهر، بل سعت في حمل الشيخ الإمبابي اللي هو بقى الشيخ اللي هم اشتكوه، ركزوا، بل سعت في حمل الشيخ الإمبابي على الاستقالة من منصبه. يعني الحكومة قالت له خلاص بقى، الخلاف ظاهر بينك وبين الشيخ حسون النواوي وانت كبرت فاستقيل. ده انا مش قاصد بيه حاجه، بس ده اللي حصل فعلا، كويس؟ ركزوا في اللي جاي ده عشان تعرفوا الامور بتتم ازاي جوه المكان ده، خلاص. حملته على الاستقاله من منصبه لتعيين الشيخ حسونه فيه بديلا له، يعني يكون الشيخ حسونه بقى الوكيل ده شيخ الازهر، ليكون اقدر على القيام بما يريده الازهر من اصلاح، او تريده الحكومه من اصلاح في الازهر. فتردد الشيخ الإمبابي طويلا، لكنه كان يريد أن يبقى الأزهر على حاله. يعني خلي بالكم،
الشيخ الامبابي من رائدين او من رواد الجمود برضه، مش عايز كلمه تتغير ولا مواجهه ولا شيء ولا اصلاح ديني ولا فكري ولا. طب ليه بتوع الجمود اشتروه اشتكوه، انا اسف، لزيه الشيوخ اللي تحته؟ لانه كان بينصر اهل مذهبه الشافعي، هو شافعي، على غيره من المذاهب. انتوا عارفين ساعتها الازهر كان التدريس فيه على عمود، عمود شافعي، عمود مالكي، عمود مش عارف ايه. فكان يعني يدي المميزات او وات ايفر، الفلوس او السفريات او وات للراجل بتاع الشيخ الشافعي، شيخ تدريس المذهب الشافعي، والباقي كله بيتظلم. رغم ان هما الاثنين الظالم والمظلوم، ركزوا على قصه الشيخ عبد المتعال، انا ما بوصفهوش انه ظالم، بيؤيدوا الجمود وضد محمد عبده وضد حسون النواوي اللي هو متعامى محمد عبده تبع الحكومه. ركز بقى، يبقى مين اللي بيشتكيه؟ بتوع الجمود بيشتكوا شيخهم، واحد جامد زيهم اهو، بس عشان مختلفين في مسائل تفضيليه والمزايا اللي بيحصل عليها اصحاب المذهب الشافعي. تمام؟ فالشيخ كان يريد ان يبقى في الازهر على حاله، ويعارض في ادخال شيء من التجديد، ولكن الحكومه الحت في ذلك حتى قدم استقالته الى الخديوي وهو في مصافي بالاسكندريه. تمام؟ ركزوا، انا ما يهمنيش لا الاستقاله بتاع الشيخ الازهر، ما بقولش دي مش عبره ولا حاجه، وما تهمنيش، لا انا يهمني بس ازاي بتدار المعارك. فالراجل بعد ما هو مصر على الجمود قدم استقالته. طب خلاص يا جماعه انا كبرت وبتاع، اتفضل، بعتها للخديوي. بصوا بقى اللي جاي دي. وهنا شعر انصار الجمود في الازهر اللي هم الشيوخ العاديين بتوع الجمود بما في اصلاحه من خطر عليهم. خلي بالك هنا الشيخ عبد المتعال الصعيدي الازهري المعمم هو اللي بيحكي الخطر، مش على الدين. شايف؟ لا خد بقى دروس معايا بقى، تعال. خطر بما فيه خطر عليهم، الاسم الإشارة عائد على شخصياتهم على مصالحهم. ده الشيخ عبد المتعال السعيدي اللي بيقول، مش أنا. ما قالوش مثلا في خطر على الدين الإصلاح هيبوظ، لا لا، في خطر عليهم. فبرضه ناخد دروس وعبر، احنا ما بقولش حاجة، ده التاريخ والشيخ عبد المتعال السعيدي. وبرضه الحتة اللي أنا عايزها اللي فيها الرعب كله ما جاتش لسه. بص بقى، فأرسلوا عريضة إلى الخديوي، ده أهل الجمود، أنصار الجمود، أنصاروا عريضة إلى الخديوي يطلبون منه ألا يقبل استقالة الشيخ الإمبابي. يعني مناصرين ليه، ركز، بقوا مناصرين بيقولوا لا ما تقبلش استقالته، ده شيخنا وحبيبنا. هم خايفين من إيه؟ إن بعد الشيخ الإمبابي لما يتعين حسون النواوي، ركزوا، هيتدمروا هم، الخطر عليهم هم بشهادة الشيخ عبد المتعال، لا على الدين ولا على مكانة الأزهر. ركز يا اللي أي حد عنده سمع أو بصيرة في الكلام. فبعتوا العريضة للخديوي، الحق يا مولانا يا خديوي، بلاش تقبلها، الراجل ده عظيم ولازم يبقى على رأسنا. ده مين اللي بعتينها؟ أنصار الجمود نفسهم، لأن خايفين من الإيه؟ من الإصلاح. خلاص؟ فكاد الخديوي، بص بقى عبد المتعال السعيدي بيقول ايه، فكاد الخديوي يتأثر بها اللي هي العريضة يعني، ويرجع عن عزمه في إصلاح الأزهر وقبول استقالة الشيخ يعني، ولكن بعض أنصار ذلك الإصلاح، بص بقى الإصلاحيين الأذكياء، وده اللي أنا قلته امبارح على محمد عبده واللي كانوا معاه، الإصلاح عايز ذكاء في إدارة المعركة زي التانيين، ركزوا، وعايز ذكاء قدام السلطة، لأن السلطة تحكم بين الكل. هما بيقدموا من عندهم عريضة، وأنا هقول له سرها إيه، لأن ليها سر هتعرفوه دلوقتي، ليه عايزين يبقوا على الشيخ الإمبابي فجأة. خلاص؟ ولكن بعض أنصار الإصلاح أشار عليه، على الخديوي، أن يراجع أسماء الكاتبين لهذه العريضة وأسماء الذين كانوا يقدمون الشكاوى قبل ذلك يعني في الشيخ الإمبابي. ركزوا في اللي جايه دي. خلاص؟ سيجد بأنهم اشتكوه قبل كده يعني، في الشكوى كانوا بيكتبوا كده، أنه عاجز عن إدارة شؤونهم، وأنه يخص أهل مذهبه من الشافعية بمميزات الأزهر. فلما الخديوي بقى راجع تلك الأسماء، وجد أن أكثر الكاتبين للعريضة، ركزوا، التي تطالب بعدم قبول استقالة الشيخ الإمبابي هم الذين كانوا يشتكون منه قبل سابق.
فلم يلتفت إلى عريضتهم وقبل استقالة الشيخ وعين الشيخ النووي شيخا للأزهر مكان. ركز بقى. الدرس الأولاني اللي قلناه من التاريخ أهو، وشيل الأسماء وربنا كبير بقى، مالناش دعوة تعمل بيها إيه. بيقول إيه؟ إنه أول حاجة أهل الجمود بيشتكوا واحد جامد زيهم شيخ الأزهر، يعني مش عايز الإصلاح، ضد حسون النووي وضد محمد عبده، وبيقولوا يا جماعة ده عاجز عن إدارة الشؤون بشكاوى كتير بأسماء، يعني شكاوى عليها 50 إمضاء توقيع. نحن الموقعون أدناء، يا لو سمحت يا خديوي شيل الشيخ ده لأنه عاجز عن إدارة شؤوننا ولأنه بينصر أهل مذهبه الشافعي. حلو كده؟ الشكاوى دي سنوات سنوات. فالراجل بعد ضغوط من الحكومة وإن الشيخ حسون النووي يجي ويجيب محمد عبده بقى ويعملوا مجلس إدارة الأزهر ويبتدي يصلحه، راح ضغط يعني قال له يا شيخنا خلاص بقى وبتاع أنت تعبت، قال له آه، قال له طب، وراح قابل الاستقالة. خلاص كده؟ راح الشيخ عبد المتعال السعيدي قال لي، قال بس أهل الجمود اللي ضد الإصلاح بتاع محمد عبده وحسون النووي خافوا فجأة، قالوا إيه ده؟ ده إحنا غلطنا، ده كان باب آه إحنا متضايقين منه بس باب قافل علينا الباب. حتى الشيخ عبد المتعال السعيدي زي ما قلنا من 10 دقايق قال شعروا بخطر عليهم. جميل. فرحوا باعتين هم نفس الناس عريضة طويلة عليها 200,000 توقيع شيوخ العلماء الأزهر، بيقولوا الخديوي كلام تاني خالص بقى. الخديوي طبعا مش فاكر ده، بيبعت عريضة عليها 1000 دعوة 1000 إمضة، هيقعد يبص في الإمضاءات أو شيوخ أزهر وخلاص. فرحوا باعتين عريضة طويلة جدا وفيها أسباب أن الشيخ عالم العلماء وأنه حامي حمى الأزهر وإوعى تقبل استقالته يا معالي الخديوي. خلاص. فالخديوي قرب قال كل دول عايزين الراجل وانا هقبل استقالته، فقرب انه يتراجع عن الفكر، يقول له لا يا شيخ امبابي خليك. راح جاي بعض انصار الاصلاح، بصوا الكلام ده اللي هو ايه الخلاصه محمد عبده راح للخديوي قال له بص انا مش هقول لك حاجه، لان هو عارف ان بقاء الشيخ امبابي في تدمير الاصلاح بتاعه، لو هيفضل طول الوقت قافل الباب. ركزوا في الكلام عشان التاريخ اهم من المستقبل. خلاص. راح قايل له ايه يا معالي الخديوي، انا هقول لك حاجه واحده بس. قال له قول. قال له ادي العريضه اللي مبعوثه لك بتاعه استبقائه، وادي العرايض القديمه جابها له بقى من الملف اللي بقى لها 5 سنين الناس اللي بتشتكيه، اقرا الاسماء كده هنا وهنا. فقرا لقى على كلام الشيخ عبد المتعال اغلب الاسماء هي اللي كان بيشتكيه 5 سنين عايز فجاه يستبقيه. قال له فهمت يا معالي الخديوي، لعبة ملهاش علاقة بالدين، ملهاش أي علاقة بشرف الخصومة، ملهاش علاقة بحاجة، ليه علاقة بالخطورة. ساعتها يبقى الشيخ المبابي كويس. راحوا باعتين عليه ده، قال له بقيه ده أحسن شيخ في الدنيا. يا ابني يا حبيبي، ما أنت كنت بتشتكيه 5 سنين، لما الخديوي عرف اللعبة قبل استقالته فورا. بس مين اللي باينها له؟ المثقف العاقل المتصل دوما أو المهموم دايما بتوضيح الأمور للسلطة وذكاءه في إدارة المعركة، إنه يبين عورهم وخطأهم ومؤامراتهم. إذن الحكاية ما فيهاش نوايا صافية. ركز. ده طبعا زمان زمان زمان، أنا بتكلم على التاريخ. ما فيهاش نوايا صافية زمان يعني، وما فيهاش خوف على الدين، ودول أكبر درسين من القصة دي. ما فيش نوايا صافية زمان، وما فيش خوف على الدين، في خوف على مناصبهم على مميزاتهم، وفي اعمل الشيء وعكسه في مقابل ان الاصلاح ما يتحركش لحظه. مين كشفهم؟ العبقري محمد عبده. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. قد ايه دروس بقى قلت لكم ده، عشان كده قلت لكم مرحله محمد عبده اللي هي هنختم بيها الاسبوع ده، وهنختم بيها القصه بتاعت التعليق على الاصلاح كله في هذه المؤسسه والخسارات اللي بتضيع على مصر. مرحله محمد عبده هي زي ما قلت لكم في اول الحلقه امبارح ذروه سنام المساله. خلاص اعلى حاجه، اعلى مواجهه واذكى مواجهه. وهقول لكم بعد كده ليه محمد عبده اصلاحه لم يكتمل وانهزم، يعتبر مش هو، هو مات قوي، انهزمت فكرته كلها. هو الشيخ عبد المتعال هيوضح حاجة وأنا هقول لكم برضو
من سكه تانية كده. الشيخ احمد عيال لولا الكتاب ده مش عارفين كنا نعمل ايه والله. خلاص؟ فشوفوا الحركه العظيمه الشريفه اللطيفه. زي ما قلت لكم بتبين اهم حاجه عشان نخلص الدرس ده، وده درس مهم جدا. غير عرض الامور على السلطه والذكاء في اداره المعركه، دي دروس محمد عبده نفسه. لا، الدرس اللي هنعرفه ايه بقى يا فندم؟ كان زمان يحكى في سالف الازمان وغابر القرون، مالناش دعوه. ها؟ يحكى انه لما بين هو للخديوي كده وراله قد ايه مفيش نوايا صالحه زي ما قلت لخالص الدين، ومفيش اي خوف على الدين كدين من الاصلاح. الخوف من الاصلاح نفسه فقط فقط فقط. فادي اهل الجمود بيقولوا الشيخ الشيء وعكسه، اهل الجمود بيقولوا الشيء وعكسه عشان ينتصروا في معارك ليس لها اي علاقه بالدين. المهم ان الجمود يستمر. هزموا على ايد محمد عبده بذكائه، اتعمل مجلس اداره الازهر، وتعين الشيخ حسون النواوي شيخ الازهر، وبدا محمد عبده الاصلاح. هناخد بقى درس جديد في حكايه محمد عبده، بس درس سلبي. ازاي؟ تعالوا نقرا في صفحه 48 الشيخ عبد المتعالي الصعيدي بيقول ايه. بيقول العنوان كده: التدرج في الاصلاح على خلاف راي الشيخ محمد عبده. ركز. التدرج في الاصلاح على خلاف راي الشيخ محمد عبده. لما جه الشيخ حسون النواوي المجلس اللي اتكون ده ما كانش كله متنورين، يا دوب محمد عبده ومن بعديه عبد الكريم سلمان ده، والباقي كله يعني ايه زي ما انتوا فاهمين الطبيعي يعني. فبقى الموضوع اغلبيه اصوات وعايز حاجه، لا ما مش دي كلها، لا ما نعملش كده، لا نعمل كده. فتعالوا نقرا كلام الشيخ عبد المتعال في النقطه دي، لان ده درس مهم جدا بعد الدرس الاولاني اللي خدناه. درس من التاريخ بيقول لنا، بيقول لك: ثم توجه مجلس الاداره الى الغرض الاهم وهو اصلاح نظام التدريس والامتحان. وهنا اراد الشيخ محمد عبده ان يجعله اصلاحا كاملا يقضي على كل اثر للجمود في الازهر. اراد الشيخ محمد عبده ايه؟ دي ارادته الحره اللي كان قايلها قبل كده للخديوي. اصلاح كامل، فل فروم اي تو زي، او من الف للياه، كل اللي غلط يتصلح كل مره واحده، يقضي على كل اثر للجمود في الازهر. حلو كده؟ فلم يوافقه اولو الامر على ما اراد من ذلك. مش مجلس اداره، مجلس اداره بقى عمل هو الليله، فبدات تاثر على الخديوي. فالخديوي ايه؟ بطأ الخطو شويه، وده كان غلط. ماشي؟ ونصحوه بان ياخذ ذلك الاصلاح بالتدرج. اهل الامر الخديوي قال له: يا محمد انا عايز اللي انت عايزه، بس الظاهر الوضع كده، فبالراحه واحده واحده، اعمل 30% من اللي انت عايزه، 60 وبعدين كده خلاص. قبل نصيحتهم الشيخ على كره منه. محمد عبده حسبها ازاي؟ قال لك: طب يعني مفيش خالص ونفضل زي ما هو وانا اموت مخنوق؟ والله محمد عبده كان عنده الغيره دي، اكتر الناس اللي بحبهم في تاريخ التنوير هذا الرجل، للغيره اللي كانت جواه والحرقه مش بس الانجازاته. فكان بيحس انه عايز ينفجر. هو كاتب كده، هقول لكم في الاخر كان كتب بيت شعره وهو عيان قبل الموت يلخص حياته يعني. خلاص؟ فقبل نصيحتهم على كره منه، بس ما رضاش ايه يقول لي خلاص مش هعمل حاجه خالص، لا برضه قال لك: طب شويه، طب اي نفس. واخذ بقاعده: ما لا يدرك كله لا يترك كله، او جله زي ما بيقولوها في اللغه العربيه، جله بالجيم يعني اغلبه. خلاص؟ وقد اخذ مجلس الاداره في وضع قانون يقوم باصلاح نظام التدريس اللي قلت لكم عليه والامتحان على ذلك الاساس، وقضى في وضع وقتا طويلا حتى انتهى منه، ثم قدمه للحكومه فادخلت علي من التنقيح ما ادخلت، يعني ما قبتوش كله، عدلت واقر الخديوي في يوم كذا. فبصوا الكلام عبد الشيخ عبد المتعالي الصعيدي. فانتقل الازهر بهذا القانون من فوضى عارمه في التدريس، فوضى عامه في التدريس وغيره، الى شيء من النظام، وإن لم يصل فيه إلى الحد المطلوب، لأن الحكومة أرادت أن تأخذ الإصلاح بالتدرج كما سبق، وقد صار به الأزهر إدارة نظامية وقانون يقوم بضبط نظام التعليم وأخذ شيوخه بشيء من الحزم ليحصلوا ليخضعوا لذلك النظام. خلاص؟ بصوا بقى أثر ده، ركزوا. محمد عبده كان مقدم مشروع إصلاحي كامل، المجلس عرضه، راح للخديوي، الخديوي قال له: يا محمد الهوينة، واحدة واحدة، في معارضة كبيرة لينا، مش عايزين نخسر،
فخدها واحدة واحدة، ركزوا. فعمل اللي هو قادر عليه 30% اللي مسموح له يعني. بصوا بقى الشيخ ابن طاهر السعيدي بيقول تعليقا على ده، بيقول: ولا شك في صفحة 64 لا شك أن مثل هذا لا يمكن ما دامت الدراسة تعتمد على الكتب القديمة. واحد يقول هو القانون اللي اتعمل ظبط النظام، عمل شوية تحركات بتاع. طب ما هي كتب تدرس. بصوا مين بيتكلم؟ الشيخ المعمم الأزهري عبد المتعال الصعيدي بيتكلم. طب ما أنا بدرس الكتب القديمة والحواشي والمتون، عملنا إيه لدماغ الناس اللي جوه الأزهر أو اللي هيطلعوا منه؟ ركز. لأن من لوازمها تلك الأمور التي تفرض على المدرسين أن يجتنبوها، خلاص؟ ولهذا كان ذلك النظام خطوة قصيرة جدا في طريق الإصلاح. شوف الكلام ده، كلام الشيخ عبد المتعال. ولم يكن فيه من التجديد إلا ما أتى به من بعض العلوم الحديثة ومن الكتب الحديثة التي ألفت فيها. العلوم الحديثة يعني فلسفة، منطق، رياضة. هنا الشيخ عبد المتعال مهموم بتجديد الفكر جوه، قال يا جماعة من سابين الكتب القديمة، هي انتوا معايين قد ايه التاريخ مكرر، هي الكتب محدش عايز يغيرها. بصوا الشيخ بيشتكي من امتى؟ بيشتكي من سنة 1900، يعني بيكتب الكتاب ده 1950 مثلا، عن سنة 1800 وحاجة في نهاية القرن ال19 اللي محمد عبده ما قدروش يدوا له الإصلاح الكامل، اللي هو أهم حاجة إصلاح الكتب نفسها، حذفها، تجديدها، مواجهتها بكتاب آخر، أي حاجة. ماشي؟ فبيقول إيه؟ بيقول ده قال بس المنطق والفلسفة، وده إصلاح خطوة قصيرة في طريق الإصلاح، خلاص. ومثل هذا ما يتعلق بتسيير نظام الدراسة، على أن هذا النظام لم يلقى، بصوا بقى الكلام، على أن هذا النظام لم يلقى من التعضيد المساعدة، العضد يعني، لا، والدعم يعني، ما يؤدي للغاية المقصودة منه، بل كان يخطو إلى غايته يوما ويتعطل يوما، على ما سيأتي بياني في الفصل الآتي. يعني قصده هيحكي، بس هو قال اللي احنا عايزين. بصوا بقى، بصوا الكلمة، بصوا التعقيب اللي جاي ده: وقد تم هذا الإصلاح بسعي الشيخ محمد عبده، وقد مكث 10 أعوام يتعده ويرعاه، يعمله بإيده الشيخ محمد عبده، ولكن لم يكن في نظره، في نظر الشيخ محمد عبده، هو الإصلاح الذي يلزم للقضاء على الجمود في الأزهر. مش ده الإصلاح، عشان هم قالوا له خدها إيه واحدة واحدة، ها، والنهوض بالمسلمين. شايفين فكرة محمد عبده وعبد المتعال الصعيدي إن النهوض بده، أيوه نهوض بالمسلمين، لأنه هيطلع لهم اللي بيغذي عقلهم، بيقولوا كلام تاني خالص، بيقولوا كلام عقلاني. ولهذا قال فيه إن، بص بقى محمد عبده قال إيه، دي أهم شيء في الدرسين بتوع النهارده، خدنا واحد وده التاني، اسمعوا، لأنه حس إنه الإصلاح اللي عمله قيد، وإنه اتسمح له 30% منه بس، وإن التدرج كان خاطئ فقبله على كراهة منه. فشوفوا محمد عبده بنفسه قال إيه، بصوا بقى ليه، قال: إني بذرت في الأزهر بذرا، أفكار في بشر، لأنه ما قدرش يصلح الكتب القديمة اللي كان عايز يواجهها. إني بذرت في الأزهر بذرا، إما أن ينبت المتنور اللي أنا عملت له حاجة في دماغه ده، يخلق تلامذة لي، وتلامذة وتلامذة ويكبر، خلاص، إما أن ينبت ويؤتي أكله المغذي للروح والعقل. شايف الكلام؟ بيقول إما أن ينبت ويؤتي أكله للروح والعقل وننهض، خلاص، فيحيا بي. ركز في اللي بقوله ده، الكلام ده الشيخ الأستاذ الإمام العظيم المبجل محمد عبده بيقول: فيحيا به الأزهر حياة جديدة لو البذر ده أنبت. قال كده نصر: إما أن ينبت ويثمر ويؤتي أكله المغذي للروح والعقل، فيحيا به الأزهر حياة جديدة، وإما أن، ركزوا على كلام الشيخ محمد عبده هو حاسس أن عدم الإصلاح في هذه اللحظة من 130 سنة نهاية الفرص. شايفين قد ايه الفرص ضاعت علينا من بعد محمد عبده؟ هو كان شايف أنه أصلا اللي هو بيعمله الفرصة الأخيرة، وقد صدق، كل اللي جه بعده دمار دمار دمار، ماشي؟ فبيقول بقى: إما أن البذور دي تنبت متنورين وعظماء، أو بص بقى دي، فيحيى به الأزهر حياة جديدة، وإما أن يقضي الله على هذا المكان قضاءه الأخير. كلام واضح،
قال لو ما طلعش من دول بذور كتير تثمر وتغذي الروح والعقل ويطلع تنوير في الأزهريين كلهم، وإما أن بصوا الخيار شايف محمد عبده بحكمة ومن غير تضليل الأمال والأحلام الوردية المضللة، وقال وإما أن يقضي الله على هذا المكان قضاءه الأخير. بصوا بقى الشيخ المتعال السيدي بيقول إيه، وقد نبت ذلك البذر هو بيتكلم عن نفسه بقى الشيخ المتعال، فصار زرعا أخرج شطأه ولكن قل من يتعهده بالسعي ومنع الحشرات الضارة ليستوي على سوقه ويؤتي أكله. الدرس ده لازم نكمله بكرة. أكبر حاجة بقى أدار الصراع كويس، عمل قوانين، عرض كلامه على السلطة. أكبر غلطة عملها الشيخ محمد عبده أنه قبل التدرج في الإصلاح ولم يقاتل عليه، وقبل المتاح وعمل الـ30 بس، فقال أنا عملت اللي 10 سنين وما عملتش اللي أنا عايزه أبدا، فأنا بذرت بذور، إما أن تنبت ويبقى الأزهر حياة جديدة وإما أن يقضي الله على هذا المكان قضاءه الأخير. فالشيخ عبد المتعال بيقول وهي أنبتت نباتات قليلة اللي هم كل تلامذته التنوريين، لكن الشيخ عبد المتعال بيقول إيه، لكن قل من يتعهد تلك النباتات بالمعونة والحراسة والمنع من الحشرات الضارة، وقصده الحشرات الضارة اللي بتاكلها وبتنهاشها، عشان كانت تنبت شيء. حصل كل الشرور اللي كان خايف منها محمد عبده بسبب خطأ هو أقر بيه، اللي هو إيه بقى، ما تقبلش الإصلاح بالتدرج. الإصلاح ضربة رجل واحد مرة واحدة، أو ما تعملوش. كمل بكرة وأشوفكم بكرة.